العسكريه اش واقع اليوم؟ شكون تيتحملوا المسؤوليه خويا اليوم؟ هذا واحد اولا بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم شفنا اداء كارثي، اليوم شفنا واحد التراخي ديال اللاعبين، استهتار طماع مقارنه مع الماتش الاول. الماتش الاول كانوا اسبوعه، الماتش الاول شفناهم اسبوعه، شفنا انسجام، شفنا القتاليه، شفنا جرينتا، شفنا يعني القتاليه، شفنا حب الفريق امام المنتخب الارجنتيني. يعني الارجنتين افضل من اوكرانيا باش نكون واقعيين، وقدرنا نربحوهم اولا الحمد لله بثقتنا في الله سبحانه وتعالى، ثم الاجتهاد. كان واحد تحيز للحكام ولكن ربحنا فوالا، ورغم ذلك ربحنا. فاذا بنا فوالا، فاذا بنا اليوم كنصطادمو بواحد المنتخب ما نقولش ما لعبش، لعب لعبوا، داروا محاولات، وصلوا، ولكن فوالا استغلوا الفرص، فوالا ما تستهتروش، ما طمعوش، داكشي اللي كاين الواقعيه، داكشي اللي كاين اخويا. ولكن كيوصلوا للبوطو كيضيعوا فرص. شحال من فرصه ضيعنا اليوم؟ علاش الماتش الاول استغلنا الفرص ولعبنا بواقعيه وربحنا، وجينا للماتش الثاني ودرنا فرص كثيره وما ماركيناش؟ السؤال مطروح، فين كاين؟ واش ما كاينش فلوس؟ فلوس موجوده، البدخ موجود، الفلوس، لي زوطيل، كل شيء موجود. عندنا لاعبين في المستوى، بدايه من الحارس المرمى الى المهاجم. الا شفنا الحارس اللي عندنا، حارس لعب دولي، حارس كبير عنده خبره، واللاعبين لاعبين دوليين شباب، ولكن ما واش تحملوا، قدروا نحملوا المسؤوليه المدرب اليوم. المدرب كذلك يتحمل جزء من المسؤوليه، لان المدرب الكوتشينغ ديالو اي دار تغييرات، دار حط اللاعبين كوم الفو في لي بوست ديالهم في الماتش الاول، ولكن الماتش الثاني ما شفناش ديك الروح. راه المدرب اللي كيزرع الروح في اللعاب. شفنا شي لعابه اللي في الميطه الثانيه سخفوا وما خرجهم ما والو، فوالا وقفوا، فوالا داكشي اللي كاين، ما كانش تغييرات وداكشي اللي كاين. والدقيقه 54 اخويا، الدقيقه 54 الدقيقه 54 وصلنا للدقيقه 54 ويعني جا واحد الطرد، جا واحد الطرد عباد الله، علاش ما نستغلوهش؟ هما لاعبين ب 10 لاعبين وحنا لاعبين ب 11 لاعب ورجعنا اللور، هل هذا يعقل؟ مدرب بيش. هل هذا يعقل نتقبلوا هذا الامر هذا؟ اذا المدرب نجح في الكوتشينغ في الماتش الاول، ولكن الماتش الثاني ما نجحش. من الاخر لاعبين طمعوا، لاعبين استهتار، الله يرحمك الوالدين، لاعبين تراخاو، لاعبين حقروا اوكرانيا من الاخر. الماتش الاول قالوا واو حنا كيتفرج ميسي، واو العالم كيتفرج، بكينا ميسي، واو بكينا ميسي، ودابا راه بكاو كنشتري من اوكرانيا، راه بكاو كنشتري من اوكرانيا. دابا اوكرانيا منتخب عادي، عطوني شي نجم في اوكرانيا. اوكرانيا كنعرف فيها شيفشينكو، لاعب قديم داز في المنتخب، داز فين هو دابا اوكرانيا؟ عندهم شي نجم، ولكن عندهم جرينتا. خسروا الماتش الاول، الماتش الثاني سالينا، خصنا نربحوا. تعادلوا ما خسروش الماتش الاول، تعادلوا شي فوالا. المهم الماتش الثاني قالوا خصنا نربحوا باش نتاهلوا. دخلنا الحسابات الفرق كاملين معادلين ورابحين، داكشي اللي كاين اخويا. الان دخلنا راسنا في حسابات ضيقه، الان ملزوم علينا نربحوا العراق، الله يحفظك اختي. الماتش الثاني ملزوم علينا نربحوا العراق باش نتاهلوا. كان بامكاننا اليوم نساليو الفيلم، والماتش الاخر نعطيوه للعراق، ما كاينش اشكال. الثلاثاء خصنا نربحوا داكشي اللي كاين. الان غيولي علينا الضغط، غنتقصاو عاوتاني. احنا دائما ما قصتنا مع الشمته، احنا عندنا قصه مع الشمته. تيخدلونا نهار تنبغيو تنحتاجو. احنا المنتخب الوطني المغربي وصل للدومي فينال ديال كوب ديموند، فرحنا، تخيلنا راسنا غنديو كاس العالم، مشينا بعيد، جينا لكوب دافريك شمتنا مع جنوب افريقيا، منتخب اللي ما غيوصلش للمنتخب الوطني في اللاعبين، راه ما عندناش نفس اللاعبين ديال 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 جنوب افريقيا، عندنا اللاعبين بوست بار بوست. الا شفنا اليوم بوست بار بوست حنا واوكرانيا، واش عندنا واش اللي ما بوست، واش حكيمي عندنا شي واحد بحاله في اوكرانيا؟ عندهم شي واحد بحاله؟ واش عندهم شي واحد بحال الاخ الزلزولي؟ واش عندهم بحال خنوت؟ وا 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 وا. اذا هذا الشيء غير معقول، وانا كنهضر نيابه على جميع الجماهير المغربيه المستاءة والغاضبه على هذا الاداء. واللي عاجبو الحال الله يسهل، داكشي اللي كاين، اللي عاجبو الحال راه كيجيني ايلوجيك هادشي، ما يمكنش نتقبلوا هاد النتيجه هادي في ظل الامكانيات الماديه اللي متوفرين عليها. احنا عندنا امكانيات ماديه كبيره، المغرب كتخسر فلوس، الجامعه الملكيه الله يعطيك الصحه الفلوس موجوده، ولكن فين هي النتائج؟ حشومه اليوم نتقبلوا هاد النتيجه. رحيمي، شفنا رحيمي اليوم واحد الاداء
كبير داروا في الماتش الاول واليوم جاب بيلانتي ودار اللي عليه ولكن ما كاينش معاه من الدراري مرفوعين مرفوعين يا عباد الله. اذا بغينا نداركوا الموقف في الماتش الاخر مازال الوقت مازال الوقت فهمتي العراق دابا شحال من واحد شي يقول لك تي نزرو شحال من واحد شي يقولوا العراق غنربحوها الا كنتي نزرو ماشي مشكل سمعتيني العراق شي يقول لك غنربحوها دابا شي يبغاو يحضروها داكشي اللي كاين دابا العراق هي اللي ودابا العراق دابا راه غتشوف الاخر العراق دابا شحال عنده من بوان ها عندهم طروا راه عندهم طروا اخويا راه ربحوا الماتش الاول راه ربحوا الاول تعادلوا الماتش الثاني خسروا راه خسروا ربحوا الماتش الاول عندهم طروا اذا العراق اوبليجي سون اوبليجي باش يربحوا هذا الماتش اذا العراق خويا اذا العراق عباد الله راه حتى هي غتلعب معاك باغا تربح وانت باغا تربح وما على ضغط لا والو المغرب فوالا المغرب هو اللي عليه الضغط هو اللي خصو يربح اه اذا اش بغيت تقول سكيتيوي اليوم انا كنبغي نقول سكيتيوي ماشي غنقول لك انت المستوى ديالك طايح لا ما نقلش من القيمه ديالك انت مدرب كبير ولكن اليوم احنا اليوم ما عرفتيش تجري الماتش احنا خصنا مدرب اي انا كنحترم 21 دقيقه الاخرى ديال المدربين باش خليت فوالا 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 كان ناعس شنو تقول لي اليوم شوف احنا بروميير ميتون باش نكون واقعيين اللي شفنا ضد المنتخب اليوم الاوكراني راه باش نكون واقعيين راك الله يحفظك خويا الله يخطيك راه كارثيه باش نكونوا بجميع النقائص اللاعبين راه الشيء اللي بقى في المغاربه لاعبين اقسم بالله الا شمت هي هذيك انا فاش جات الطرد ديال المنتخب الاوكراني تما قلت غنربحوهم صافي غنربحوهم ولا خمسه ولينا راجعين لهم كنتسناوهم فين هي اللوجيك فين هي اللوجيك راه نتقبلوا احنا فين هو البريسين فين هو الضغط فين هي الجرينطا فين هو حب المنتخب اللي كنقول واي ما كاين والو اليوم الشوه اليوم الشوه اقسم بالله الا الشوه من الاخر اليوم الشوه من الاخر يعني اداء اليوم غير متقبل بعض اللاعبين اللي كاري ديال الفلوس ما تيبغيش يعقل صاحب فوالا ورسال بعض اللاعبين اليوم شوف اللاعبين اليوم ما كونسونطريش 100% ما مركزينش 100% اللاعبين اليوم وكاني بهم يلعبون في الدرب في الزنقه الوغ هما لاعبين محترفين راه كيلعبوا شي وصلوا شي كاري ديال الزويت شي فزعه داكشي اللي كيصاحبوا وكيلعبوا اخويا في دوريات اللي احترافيه ودوريات اللي كبيره صعيب جدا اننا نتقبلوا هذا الاداء هذا حاجه اخرى اللي ما عجبتنيش هي الاستهتار راه كنهضروا على الاستهتار والطمع الاستهتار شنو هو السبب الرئيسي ديالو الاستهتار هو الثقه الزائده في النفس انا ربح ربحت الارجنتين شريف باقي ما درتي والو راه السعوديه ربحت الارجنتين تقصات الارجنتين دات الكاس والارجنتين دات الكاس وهاي الارجنتين ربحت الماتش الثاني استفدت من الدرس حنا العكس حنا كنربحوا الماتش الاول خويا الله ربحنا الماتش الاول مع الارجنتين وخسرنا مع اوكرانيا لمنتخب عادي جدا شوف وب 10 اللاعبين تحياتي وب 10 اللاعبين وب 10 اللاعبين تحيه الراجل والمولوديه الاخوان هذو جوج الاخاوه وب 10 اللاعبين راه اللي صعيب هو نتقبلوا ان منتخب عادي مازال كو قلتي فرنسا منتخب كبير غتكون خاسر غيكونوا عندهم حمراء ويقدروا يربحوا كتقول راه عندهم دي ستار ما عندهمش دي ستار اوكرانيا منتخب عادي وبطرد وقدروا يربحونا ولكن لا جرينتا لا جرينتا اخويا وبقاو لاعبين حتى الدقيقه 110 وكان اشواط اضافيه لاعبين اشواط اضافيه اخويا ما يمكنش نتقبلوا هذا الاداء شوف رسالتي للاعبين ترجلوا معنا من الاخر ترجلوا معنا نتمنى هذا الميساج يوصل للاعبين حيت حنا كجمهور خاص هذه الفيديوهات يوصلوا للاعبين حتى واحد فينا ما غيخسر شي حاجه الا بارطاجا حيت هو ما غيقدر يهضر في السوشيال ميديا كيحشم كاينين الناس كيهضروا كاين انا وكاين الناس مؤثرين اللي كيهضروا بارطاجيو هاد الفيديوهات هزوا هاد الفيديوهات يوصلوا للعابه باش هاد اللعابه يترجلوا حيت اللعابه خصهم يحسوا بلي كاين جمهور اللي مقلق والمدرب المدرب كنقول ليه الله يرحمك الوالدين فايق معانا حيت الا ما فقتيش غتشوه من الاخر وغتسمع شي كلام ما غيعجبكش وغتسمع كلام ما غيعجبكش لان المغرب دابا ما بقيناش غنبقاو نتسناو المغرب تاهل الدور الثاني لا المغرب دابا من بعد التاهل التاريخي من الاخر من الاخر من الاخر من بعد التاهل ديال الركراكي ومن بعد الركراكي والاداء ديالو كبير في كوب دي موند ولا مفروض علينا نقدموا اداء كبير وي هذا الشيء اللي كاين اخويا شوف شو قبل الخاتمه انا تعصبت انا ماتش غندير اخويا تعصبنا اخويا حنا دابا تلقى لي يعصبونا علاش عصبونا اخويا علاش ما عرفتش اخويا نحيد حنا